ساعة مع بعض. النقطة الأولى اللي قالها معانا الحاج عامر. طب جميل، لا نكلم الحاج عامر. مساء الأنوار. طب عامر حبيبي، ازي حضرتك؟ يا رب تكون بخير يا حاج عامر. الله يخليك يا حبيبي. هو دلوقتي زي ما أنت سمعت معانا على الهواء، الحاج الأستاذ كامل أبو علي قال إن هو شاعر ب ب ب ب بإحساس أسر الشهداء. من الصعب جدا إنه النادي المصري يلعب هذا الموسم وهو شايف ونحن نرى معه صحة هذا الإحساس بصعوبة مشاركة النادي المصري برغم من أحقيته في اللعب في الدوري الممتاز وفقا لقرار المحكمة الرياضية الدولية، وهي أعلى قرار يجب الاتحاد الدولي ومن ثم اتحاد الكرة بالقطع. ولكن الراجل قال على الاتحاد المصري أن يتقبل هذا الأمر، لأنه النهاردة هو مش هيلعب الموسم القادم من جانبه طوعية واختيارا، حتى لا يعتبر هذا الأمر أنه هو دوري الخبرات. تردلنا عليه يا حاج عامر. طبعا استاذ كامل، طبعا راجل انسان بمعنى الكلمه. نعم. هو من اول يوم مقدر شعور جميع الرياضيين وجمهور الكوره واسر الشهداء، وقدم استقالته وطلع بره البلد متاثر، لان اول مره اشوف الحاجات دي في الرياضه. صحيح. لو حضرتك تفتكر احنا القرار اللي اخذناه وتعرضنا لهجوم كبير اللي احنا اخذناه في الاول، راعينا كل الظروف ديت، وكان القرار اللي هو تجميد النشاط وده موجود في اللائحه، وكان النادي المصري يرجع يلعب تاني من الدوري الممتاز. نعم، وده كان رايك انت، انا عارف، وده تهاجمنا كتير خير حقيقه. نعم. ولسه بنتهاجم لغايه النهارده من بعض الافراد اللي هم ممكن يزايدوا على جماهير النادي الاهلي. مزايده، برافو عليك، هي افضل كلمه. على جماهير النادي الاهلي. فالحقيقه احنا تحملنا ما في الكفايه من الكلام. نعم. ان احنا فكرنا في القرار في مصلحه الكوره والنشاط يعود في الموسم اللي جاي دوت. فكان كل الامور بتقول ان النادي المصري مش هيقدر يلعب في الموسم اللي جاي. صعب. لغايه ما كل واحد هياخد حقه، المحكمه هتقول حكمها، وبالتالي الامور كلها هتهدى والناس هترتاح واسر الشهداء ترتاح. قلنا النادي المصري يبعد الفتره اللي جايه بعيد عن الكوره. نعم. لغايه ما الامور دي كلها تنتهي. فطبعا كان قرارنا كده ان هو المصري. نعم. انما جاء قرار اخر من لجنه التظلمات، وده اللوائح تديها الحق دوت، اخذوا قرار اخر. النهارده بنرجع تاني للقرار ان كل العقوبات اتشالت، وبالتالي اللي بيقوله المستر كامل دوت ان هو هيعتذر مراعاه لشعور جماهير النادي الاهلي واسر الشهداء. نعم. ده بيبقى قرار طبعا يتاخذ من مجلس الاداره، لان ده قرار بيبقى استثنائي. ايوه. واحنا كل الامور اللي موجوده فيها الفتره اللي فاتت دي استثنائيه، وان كل حاجه فوق اللائحه مجلس الاداره ممكن ياخذ قرار بيها. كمجلس اداره. كمجلس اداره. نعم. ان هو ياخذ القرار المناسب الى بما فيه المصلحه. ان هو يقبل تجميد نشاط المصري هذا الموسم على ان يعود الموسم القادم للدوري الممتاز بشكل طبيعي. فده ممكن مجلس الاداره ياخذ القرار دوت، ان هو يوافق على الاعتذار دوت. نعم. لان الظروف بقول لحضرتك وحضرتك معايا ان كلها ظروف استثنائيه. لو الناس عايزه كلها ان النشاط يعود بامر طبيعي. نعم. نعم. ان ممكن حضرتك نقول لا ما نقبلش الاعتذار ويلعب من الدرجه الرابعه. واحنا كلنا عارفين ان النادي المصري مش هيقدر يلعب في الفتره اللي جايه. لا، ما خلاص هو معاه محكمه دلوقتي، هو معاه حكم محكمه يمشي على حضرتك وعلى الاتحاد الدولي. ما انا بقول لحضرتك. نعم. يعني حتى يوسف دلوقتي المصري قال لا انا متمسك بحقي. هلعب الموسم اللي جاي. خلاص حقه. لو توافق حقه. طبعا حق، وفقا لحكم المحكمه الرياضيه الدوليه. حكم المحكمه طبعا هيجي، هنزود بدل ما احنا عمالين نحل المشاكل عشان الامن يوافق على عوده النشاط. نعم. بنجيب مشكله جديده. نعم. للامن، يبقى ولا ده هيلعب ولا اي نادي هيلعب. نعم. ونقع في مشكله كبيره هتاخد وقت طويل قبل ما تتحل. نعم. ونجمد النشاط كله والخسائر الجايه على الكل. صحيح. خسائر جاية على الكل. بالعاديه احنا في اجتماع بتاع الانديه. شوف حضرتك الانديه ومسؤولين الانديه وهم بيتكلموا المعاناه اللي هم بيعانوها الموسم الماضي، احنا بنتكلم على موسم واحد. نعم. هم عملوا عقود جديده ولاعبين جداد وفيهم كتير اعارات،
يعني بعد موسم يرجع النادي بتاعه يبقى دافع له فلوس بالمبالغ الرهيبه ديت بدون لعب. نعم. وبدون ايراد، وبالتالي المصيبه هتبقى اكبر. فنرجو والناشد ان الناس كلها ما بقاش في مزايده، الناس تنظر للامر الواقع. نعم. وكفانا مزايدات يا كابتن مدحت. صحيح. عشان نهدي، واحنا من جوانا عارفين ان احنا ما بنقولش الحقيقه. انا ما ناشد مسؤول. اللي بيزايد ده بيكره مصر يا حاج عامر. ايوه متهدي، واحنا عشان كده الموضوع مش لازم يطول عن كده. نخلينا واقعيين، عارفين كلنا الظروف اللي احنا بنمر بيها. نعم. نحل بما يناسب مصلحتنا. لان الظرف ده هو ظرف استثناء. تمام. تمام. حضرتك عندك الوضع دوت وعندك الوضع دوت. مظبوط. مجلس الاداره ايوه يرفض يطبق اللائحه ان ما يقبلش الاعتذار، فمحدش هيلعب خالص. بالظبط بالظبط. او نراعي الظروف كلها. نعم. لغايه ما المحكمه تقول حكمها وكل واحد اخطا يتحاسب. نعم. وبالتالي الامور كلها ترجع لطبيعتها، لان لازم الامور هترجع لطبيعتها، لان حصل المشاحنات يا كابتن مدحت، وبورسعيد ضد القاهره والقاهره ضد بورسعيد، ودخلت ناس من الكل حاضر. مشارك فيما حدث يا حاج عامر، كل الروابط بلا استثناء في مصر ايديها ملطخه بدماء ال 74 شهيد بلا استثناء، كل الروابط. فدي لازم نبقى نفرض الامر الواقع. تمام. ونمشي بالمنطق. نعم. وان احنا الموضوع مش هيتحل الا بالوضع دوت. بالظبط. علشان الامور تعيد والنشاط يعيد تاني. والمبادره اللي حضرتك عملتها مع مستر كامل مبادره نبيله جدا. جدا، رجل وطني بكل ما تحمل الكلمه من معنى. هو كفايه اللي عمله مع المنتخب الاولمبي. نعم نعم. وعمل لهم حاجات في المعسكر بتاعهم، حقيقه الراجل يعني ما بيتاخرش عن اي حاجه للوطن. صحيح صحيح صحيح. فلازم كله يساعد على الامور ديت انها ترجع لطبيعتها ان شاء الله. اشكرك يا حاج عامر، شكرا جزيلا. اشكرك شكرا جزيلا. اذا مجموعه نقاط سريعه جدا نلخص بيها اهم قضيه واهم لحظه.